أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعتها لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في قطر. وأشار الدول الأربع في بيان مشترك إلى أن قطر لم تبدي أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع، واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، فضلا عن تقدم الدول ببيان مشترك للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية 139 المنعقدة في جنيف، تعترض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية 140. هذا وأغنت عن مقاطعتها أعلنت عن مقاطعتها ما لم تستجب دولة قطر لمطالب هذه الدول الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.